عقد السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاءً مع السيد جوناس سامو يولسن رئيس مجلس إدارة شركة إلكترولوكس العالمية للأجهزة المنزلية، حيث استعرض الجانبان مشروعات الشركة الحالية بمصر وأحدث التوسعات الاستثمارية للشركة بالسوق المصري والمشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال الفترة المقبلة. كما استعرض الجانبان عدد من المشكلات التي تواجهها الشركة حاليا، والتي تضمنت انتشار قطع الغيار المغشوشة التي تباع باسم الشركة، وعدم توفر العملات الأجنبية التي تحتاجها الشركة في توسعاتها الاستثمارية الحالية. وقال الوزير إن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها للسيطرة على ظاهرة انتشار تقليد العلامات التجارية في الأسواق من خلال عدد من الأجهزة المعنية، مشيرا إلى ضرورة قيام كافة الشركات المتضررة بإبلاغ الحكومة فورا حال اكتشافها سلع غير أصلية تباع باسم الشركة. ومن جانبه قال السيد جوناس سامو يولسن رئيس مجلس إدارة شركة إلكترولوكس العالمية إن الشركة تنفذ حاليا عدد من التوسعات الاستثمارية بالسوق المصري، حيث تنشئ حاليا مصنعا جديدا يستوعب ما يقرب من 1000 عامل، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تطوير إنتاجها بالسوق المصري كي تتمكن من الانتشار بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن ناحية أخرى، عقد عبد النور لقاء مع السيد تريدي لاتور رئيس مجموعة سيب الفرنسية المتخصصة في إنتاج أواني الطهي المعروفة تجاريا باسم تيفال والخلاطات المنزلية، حيث بحث معه خطط الشركة للتوسع في استثماراتها في مصر. وقال الوزير إن اللقاء تناول أيضا أهمية استفادة الشركة الفرنسية من المزايا والحوافز التي يمتلكها السوق المصري، خاصة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع أسواق تضم حوالي 2 مليار نسمة، إلى جانب الاستفادة من الموقع المتميز لمصر مع مختلف الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية. وأشار إلى حرص الحكومة على جذب مثل هذه الشركات لزيادة استثماراتها في مصر، خاصة وأنها تمثل المنتج الأول عالميا لمنتجات أواني الطهي والخلاطات المنزلية. وفي هذا الإطار، أشار ديلاتور إلى حرص الشركة على توسيع حجم أعمالها في مصر، والتي بدأت منذ 40 عاما من خلال شراكتها مع إحدى الشركات المصرية، حيث يجري حاليا إقامة مصنع جديد لإنتاج أواني الطهي والخلاطات بمنطقة برج العرب، لافتا إلى أن مبيعات الشركة بفروعها المختلفة تصل إلى 4.5 مليار يورو، وتغزو أسواق الولايات المتحدة والصين والبرازيل وروسيا واليابان وغيرها من مختلف الأسواق العالمية. وعبر رئيس الشركة الفرنسية عن خطط الشركة لجعل مصر مركزا إقليميا لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية والإفريقية، بهدف الاستفادة من اتفاقيات مصر مع المجموعة العربية وأيضا مع الدول الإفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا. عقد السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاء مع السيد جوناس سامو يولسن رئيس مجلس إدارة شركة إلكترولوكس العالمية للأجهزة المنزلية، حيث استعرض الجانبان مشروعات الشركة الحالية بمصر وأحدث التوسعات الاستثمارية للشركة بالسوق المصري والمشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال الفترة المقبلة. كما استعرض الجانبان عدد من المشكلات التي تواجهها الشركة حاليا، والتي تضمنت انتشار قطع الغيار المغشوشة التي تباع باسم الشركة، وعدم توفر العملات الأجنبية التي تحتاجها الشركة في توسعاتها الاستثمارية الحالية. وقال الوزير إن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها للسيطرة على ظاهرة انتشار تقليد العلامات التجارية في الأسواق من خلال عدد من الأجهزة المعنية، مشيرا إلى ضرورة قيام كافة الشركات المتضررة بإبلاغ الحكومة فورا حال اكتشافها سلع غير أصلية تباع باسم الشركة. ومن جانبه قال السيد جوناس سامو يولسن رئيس مجلس إدارة شركة إلكترولوكس العالمية
إن الشركة تنفذ حاليا عدد من التوسعات الاستثمارية بالسوق المصري، حيث تنشئ حاليا مصنعا جديدا يستوعب ما يقرب من 1000 عامل، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تطوير إنتاجها بالسوق المصري كي تتمكن من الانتشار بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن ناحية أخرى، عقد عبد النور لقاءً مع السيد تريدي لاتور رئيس مجموعة سيب الفرنسية المتخصصة في إنتاج أواني الطهي المعروفة تجاريًا باسم تيفال والخلاطات المنزلية، حيث بحث معه خطط الشركة للتوسع في استثماراتها في مصر. وقال الوزير إن اللقاء تناول أيضًا أهمية استفادة الشركة الفرنسية من المزايا والحوافز التي يمتلكها السوق المصري، خاصة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع أسواق تضم حوالي 2 مليار نسمة، إلى جانب الاستفادة من الموقع المتميز لمصر مع مختلف الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية. وأشار إلى حرص الحكومة على جذب مثل هذه الشركات لزيادة استثماراتها في مصر، خاصة وأنها تمثل المنتج الأول عالميا لمنتجات أواني الطهي والخلاطات المنزلية. وفي هذا الإطار، أشار ديلاتور إلى حرص الشركة على توسيع حجم أعمالها في مصر، والتي بدأت منذ 40 عاما من خلال شراكتها مع إحدى الشركات المصرية، حيث يجري حاليا إقامة مصنع جديد لإنتاج أواني الطهي والخلاطات بمنطقة برج العرب، لافتا إلى أن مبيعات الشركة بفروعها المختلفة تصل إلى 4.5 مليار يورو، وتغزو أسواق الولايات المتحدة والصين والبرازيل وروسيا واليابان وغيرها من مختلف الأسواق العالمية. وعبر رئيس الشركة الفرنسية عن خطط الشركة لجعل مصر مركزا إقليميا لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية والإفريقية، بهدف الاستفادة من اتفاقيات مصر مع المجموعة العربية وأيضا مع الدول الإفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا.